سريعاً نلاحظ في القوى الأمنية أنها يعني في أزيائها متعددة الألوان، هنالك اللون الأسود والرمادي وكذلك اللون الأزرق. هل نستطيع أن نميز بين هذه القوى ومهام كل واحدة منها؟ نعم، اللون الأزرق المنتشر هؤلاء من أفراد شرطة نيويورك، أفراد شرطة الولاية، ويقولون أنهم جاءوا إلى هنا بأمر من رئيسة الجامعة نعمة منوشن، وأيضا الأفراد الآخرون هم من مكافحة الإرهاب، شرطة مكافحة الإرهاب، وتم استدعاء المئات منهم. وبالمناسبة يعني هؤلاء الذين يلبسون الزي الرمادي هم من مكافحة الإرهاب. نعم، الزي الرمادي هو من مكافحة الإرهاب، وهم بالمناسبة دخلوا إلى أسوار الجامعة ودخلوا إلى مبنى كان يصلي فيه المسلمون من الفتيات ومن الطلاب الذكور، وذكروا لي بأنهم احتلوا تقريبا هذا المبنى الذي دائما يؤدي فيه المسلمون الصلوات في الأوقات العادية، ولذلك حالة من الرعب إن صح التعبير. الكثير منهم حامد يقولون لي يعني مثلا ليلة أمس كانت ليلة مرعبة بالنسبة لهم، لأنهم قضوها بمشاهدة الكثير من هؤلاء يصورونهم من بعيد، الطائرات المروحية تراقبهم وأصوات الطائرات كانت قريبة جدا منهم، وكأنه حالة من الكرت الإرهابي كما يوصف هنا، حتى يرتعدوا وحتى يفضوا اعتصاماتهم. ولكن هم يقولون نحن هنا نتظاهر بسلمية وسنؤكد أن جميع مطالبنا شرعية وموضوعية، بأن فقط تسحب هذه الجامعة استثماراتها من إسرائيل وتعلن أنها لن ترسل إلينا أفراد الحرس الوطني، وإن فعلا أرسلت أفراد الحرس الوطني فهذه ستكون المشكلة كبيرة جدا، وهم يخافون من إرسال أفراد الحرس الوطني، وأفراد الحرس الوطني عادة يأتون إلى فض النزاعات وهم يهاجمون أيا من كان أمامهم. ولذلك عندما هددتهم إدارة الجامعة بإرسال أفراد الحرس الوطني تم وقف تم تعليق المفاوضات بين شباب المتظاهرين من الجامعة وبين إدارة المدرسة أو إدارة الجامعة، وقالوا لهم قبل الاستمرار في الحديث على المفاوضات بيننا وبينكم لابد من إصدار بيان وإرسال بريد إلكتروني لجميع من في الجامعة بأنهم يعتذرون عن هذا التهديد ولن يرسلوا أي فرد من أفراد الحرس الوطني لفض هذا الاعتصام. الآن ربما أقل من 48 ساعة حالة من التأهب، لأن هذه الفترة التي أعطيت لهم لفض اعتصامهم، ولكن الجميع يتأهب الآن خلال 48 ساعة عن مشادات بينهم وبين أو مشادات بينهم وبين أفراد الحرس. حتى الآن عبد الرحمن البرديسي مراسل التلفزيون العربي من نيويورك، بالتأكيد سنعود إليك خلال هذه التغطية لمتابعة أي التطور.